خاصة نباركي نتحتفل ذكرى تمينوت تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني 16 ماي 1956. المناسبات كاع مناسبة متجددة أساس استحضار التضحيات من رجال الأمن ونساء الأمن الوطني. نترحم في مؤسس هذه الإدارة العظيمة وهو المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله تراه. نترحم كذلك في جلالة المغفور له حسن الثاني طيب الله تراه، شكو يقلي ناد ابنان المديريه العامه للامن الوطني. ان تضرب النصر والتمكين لمولانا المنصور بالله محمد السادس حفظه الله اللي ترعان الاسره الامن الوطني نساء ورجالا. رتني تشجع يفوف راسن جميع الامكانيات باش تؤدون المهمه نسن الجليله حمايه الارواح والممتلكات بربوع المملكه المغربيه الشريفه. تقدر المناسبه هذه المناسبه اللي غنتبدد غنزرى الاعمال الجليله اللي سكان المؤسسات للتضحيات اللي تقدم الموظفين بالليل كما بالنهار في حفظ امن البلد وحمايه ارواح وممتلكات المواطنين. كذلك تقال المناسبه اللي غنزرى التحديات الاكراهات اللي غنزرى المستقبل المغربي اللي هي الموقع استراتيجي. الحمد لله يبقى بلد امن ولكن دور نسرس مجموعه من محيط جيوسياسي محيط اقليمي لغلن التهديدات الارهابيه التهديدات الامنيه. غانا في الاسره الامن الوطني الجهاز الامن الوطني الاجهزه الامنيه كل المغرب كانت الا في العاتق نس تحافظ في المكتسبات اللي دار نغيلان غير الامن انت مازرتنا ذو القياده النيره مولانا المنصوري بالله دا نحافظ في المكتسبات دا ندافع دورنا جي كريان ديش كي دايسكر غير لله راه تميزاري هضني وكان الخراد اتوريك مهمه فقط الجهاز الامن الوطني يقى المسؤوليه بطبيعه الحال جميع المكونات الرسميه نتمازيرت ولكن المساهمه المواطنين تلقى مساهمه فعاله لحفظ الامن نتمازيرت نسن تلقى الفعاليات المجتمع المدني الصحافه الجميع يخص يد واحده مجند باش نحافظ في المكتسبات. شكون يقى غواد المكتسب حاليا العمله النادره في العالم تلقات الامن والاستقرار. شكون ثاني كان الحافز في الاستثمار ثاني يتساعد باش الشعوب تطور. اذا كنت تشكار في الغيره النون كنين كوسائل الاعلام كنت تحيو الذين تشارك المناسبات التي تتضمن مجموعه من البنود التي توضح بجلاء مختلف التزامات موظف الامن الاخلاقيه والمهنيه كما يهم هذا الجانب تهيئه الموقف الامني